كشفت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية بأن سادات التركية لعبت أدوارا مشبوهة وقامت بتدريب المتطرفين والإرهابيين والمرتزقة. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سادات التي يقودها المستشار السابق لأردوغان عدنان تنريفيردي أقامت عددا من المعسكرات التدريبية للمرتزقة السوريين، وأن أحد هذه المعسكرات يقع في قاعدة عسكرية تركية، ما يعني أن هذه الشركة الأمنية تأسست بتوجيه حكومي وبإمكانها استخدام قواعد تابعة للدولة. الصحيفة أكدت أنه منذ بداية العدوان التركي على ليبيا اعتمد أردوغان كليا على سادات ومرتزقتها في تنفيذ مخططاته في ظل صعوبة نقل الجيش النظامي إلى ليبيا. وأشارت الصحيفة لتقرير وزارة الدفاع الأمريكية الذي يوضح أن سادات وظفت 5000 مرتزق وإرهابي سوري يعملون تحت قيادتها، بما فيهم متطرفون لهم سجلات إرهابية سابقة للقتال إلى جانب ميليشيات السراج. التقرير قال أن هؤلاء المرتزقة ارتكبوا جرائم وفظائع في ليبيا تتراوح بين القتل والسرقة والاعتداءات اللا أخلاقية، ما يفاقم التدهور الأمني في البلاد. ولا يلعب مرتزقة توتان ريفيردي أدوارا خارجية مشبوهة فقط، فهم يوفرون الحماية للنظام التركي ويشاركون في قمع معارضيه. كما أضافت الصحيفة البريطانية أن المعارضة التركية تتهم مرتزقة سادات بالتسبب في أعمال عنيفة في الشوارع في ليلة الانقلاب المزعوم، ما أسفر عن عشرات القتلى، لكن حماية أردوغان للجنرال تحول دون أي تحقيق رسمي في هذه الوقائع، ثم توجت بتعيينه مستشارا له. لتسدل الصحيفة الستار عن حقيقة سادات ودورها في حماية النظام وأدوارها المشبوهة في ليبيا وسوريا وتدريبها وقيادتها لمجموعة من المرتزقة والإرهابيين.